مش مسؤول انه يتحمل كل هذه المسؤولية بالنسبة للناسحين. المجتمع الدولي يجب عليه انه يتحمل مع لبنان وضع النازحين. نحن استقبلناهم ونحن ما حناخذ اي خطوات لنأذي او لنضر في مصالح النازحين، ولكن المجتمع الدولي اذا ما يستثمر في لبنان حيوصل لمكان ما. نحن في لبنان يجب انه ناخذ خطوات لحتى نشوف كيف هؤلاء النازحين يوجدوا اماكن مختلفه غير عن لبنان. نحن بنتمنى من المجتمع الدولي، صرنا 6 سنين عم نصرخ ونقول انه يجب انه ينعمل مشروع خاص للبنان وايضا الاردن لحمايه المجتمع اللبناني وحمايه السوريين. بالاخر المطاف يجب ان المجتمع الدولي يعرف انه نحن نريد ان نعلم السوريين، نريد ان نعلم يكون لهم عمل، ولكن انا رئيس وزراء لبنان، انا مسؤول عن اللبنانيين واكيد ايضا مسؤول عن النازحين السوريين، ولكن ما عندنا الامكانيات لحتى نقدر نستوعب هذا العدد من النازحين. من المجتمع الدولي انه يستثمر بلبنان من هون ل7 سنين بين 10 مليار ل 12 مليار دولار ل7 سنين. فلذلك نحن يعني بنعرف كم قوتنا الاستيعابيه وبنعرف نحن شو بدنا، وهذا حيكون لمصلحه اللبنانيين اولا. يعني نحن اليوم بس لما نجي نبني جسور ولا نبني جامعات ولا نبني مدارس ولا نبني طرقات ولا نبني ولا نعزز الكهرباء ونبني يعني قوتنا في الكهرباء ولا الاتصالات، هذا حيكون المصلحة الأولى للبنانيين، وأيضا حيسمح يعطي فرص عمل للسوريين.